أعلن وزير الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمراء عن توجه وزارة الاسكان الى التوسع في برنامج مزايا للسكن الاجتماعي من خلال تعديل الحد الادنى للراتب للمستفيدين من البرنامج حيث ان الوزاره تعمل حاليا على دراسه قبول الطلبات للرواتب من 400 دينار وصولا الى 1200 دينار وذلك في اطار سعي الوزاره الى تنفيذ توصيات اللجنه التنسيقيه برئاسه سمو ولي العهد بالتوسع بالبرنامج بعد تقديم الوزاره عرضا شاملا عن مزايا ضمن احصائيات ومكتسبات البرنامج في اجتماع اللجنه التي ارتات من خلالها اهميه التوسع بالبرنامج في ظل المزايا العديده التي يوفرها واوضح ان برنامج مزايا هو احد المبادرات الناجحه التي طرحتها الوزاره بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين وأشار إلى أن الحلقات الحوارية والمعرض الذي نظمته الوزارة للأسبوع الثاني على التوالي للمواطنين المؤهلين للاستفادة من برنامج مزايا، شهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين، حيث أبدى 80% من المواطنين الذين حضروا المعرض رغبتهم في التقدم للبرنامج. كما حظى برنامج مزايا بإقبال مشهود من البنوك والمصارف وشركات التطوير العقاري، بما حصد إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية. حيث تم تأهيل ما يقرب من 7000 مواطن للانتفاع بمزايا من بينهم 2500 مواطن أنهوا كافة إجراءاتهم وسكنوا وحداتهم بالفعل منذ تدشين البرنامج في 2013